مشاهدينا متابعينا الاعزاء متواصلين معكم شوط تلو الاخر نسير مع الشوط الرابع للحقايق الشوط الثاني للجعدان نسير مع البدايه واسير مع نبه من يقود هذا المسار حمود بن احمد الراشدي يتصدر الجموع بينما المركز الثاني وصل هنا براق سلطان بن حميد بن علي المدهوشي يتقدم على المركز الثاني والمركز الثالث هناك شاهين علي بن سالم بن السعود الزرعي مع ايضا هناك غير الى ثاني المراكز والمركز الثالث وصل هنا ظبيان سالم بن حميد بن سعود الهاشمي على المركز الثالث وهنا الدخول من براق سلطان بن حميد المدهوشي وصلت الاسماء وصل هناك ايضا الدخول من منذر سعيد بن سليم الهاشمي سعيد بن سليم الهاشمي يقود هذا المسار مع المركز الثاني وهناك ايضا الله واصل الصفصوف واصل حمدان بن راشد المشايخي ولكن عود مع شاهين وانطلاقه شاهين على المركز الاول وعلى الصداره الاولى هناك بمتابعه سالم بن السعودي الزرعي يتابع شاهين يركز مع شاهين على القياده بدون اي اوامر ولا شبه اوامر مركز تركيز تام على البدايه وعلى المقدمه هناك ايضا الله منذر على المركز الثاني منذر وصل براق وصل براق على المركز الثالث ايضا براق ودخول من الصفصاف ولكن شاهين شاهين على المقدمه شاهين على البدايه شاهين على المركز الاول وعلى الصداره ولكن الصفصاف وبراق الله 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 ولعت مع الجعدان ولعت بين الجعدان ولعت هنا الصفصاف وبراق غادم براق غادم على المركز الثاني سلطان بن حميد بن علي المدهوشي اللحظات الأخيرة شاهين وبراق براق وشاهين السلام وين السلام وين السلام مع براق مع براق اشكرك يا سلطان في اللحظات الأخيرة تهانينا الناموس سلطان بن حميد بن علي المدهوشي المركز الثاني شاهين علي بن سالم بن السعودي الزرع على المركز الثالث الصفصوف حضر راشد المشايخي التوقيت